اهلا بيكم يا اصدقائي في سلسله الشطرنج للمتعه. الدور اللي هنراه بناء على رغبه الاصدقاء اللي دائما يذكروني بمورفي، والدور ده ربما لن ينساه احد منكم لانه واحد من افضل ادوار مورفي الذي يلعب هذا الدور مع 7 لاعبين اقوياء في نفس الوقت، ولكن ويا للعجب بدون ان يرى الرقعه. ونقلات مورفي سنستعرضها، ومنها 3 نقلات ربما لا يستطيع المبصر ان يلاحظها او حتى يراها، ولكن مورفي في خضم هذا الاستعراض وجد هذه النقلات العميقة. انه بالفعل معجزة. اما تسمية هذا الفيديو بمورفي يذبح الجزار، فان خصمه في هذا الدور هو الاستاذ الفرنسي بوشير بمعنى الجزار، ولذلك هذا الدور معروف في التاريخ بمورفي يذبح الجزار. والصورة دي بتمثل الجو الذي احيط بهذا الدور. مورفي يجلس وظهره للرقعة بينما اللاعبون يرونها ويبلغهم نقلة وراء نقلة. بول مورفي بالابيض امام هنري بوشير في باريس 1858، استعراض متزامن بالاستدبار. هيا نستمتع جميعا. مورفي بدأ كما هي العادة بE4 ورد بوشير E5، نايت F3 طالب بيدا الE5، وعادة الاسود بيلعب النايت وبيحمي البيدا، لكن بوشير فضل D6. وبكده دخلنا في دفاع في الدور اللي بدأه الموسيقار الفرنسي فرانسوا أندري في الدور، اللي له الكلمة الشهيرة العب جيدا بالبيادق فإنها روح الشطرنج. دفاع في الدور من الدفاعات الصلبة حقيقة، لكن فيه عدة عيوب. فهو يشبه الدفاع الفرنسي فإنه بيمنع تعبئة أحد الفيلين، ولكن دفاع في الدور بيؤخر تعبئة فيل الملك. ومورفي كمل D4 طالب مرة أخرى بيدا الـ E5 ED4. من المفترض أن مورفي ياخد بالحصان، لكن أخذ بالوزير. وبوشير لعب سعيدا نايت سي 6 طالب الوزير الذي لابد ان يغادر، ولكن وزير مورفي لا يغادر ابدا وكمل بيشوب بي 5 وبيربط الحصان على الملك. ولكن بعد لعب البيشوب دي 7 الحصان اصبح حر الحركة وحاليا بيهدد الوزير، لكن مرة اخرى وزير مورفي لا يتحرك وكمل بيشوب تيك سي 6 بيشوب سي 6. وهنا مورفي بدأ يأخذ بطاره ولعب بيشوب جي 5. جاء الدور على مورفي ليطلب وزير الاسود، وبالطبع الافضل لعب البيشوب، وبالطبع الدفاع المنطقي هو بيشوب اي 7، لكن هيترك بيدا الجي 7 بدون حماية ومورفي هياخده ويفوز بالرخ. اذا ربما الدفاع الجيد هو لعب النايت اف 6، ولكن الحصان هيبقى مربوط، ولذلك بوشير فضل لعب الاف 6 بيدافع عن الوزير وطالب الفيل. المشكلة ان اظهر ثقب في معسكره وهو المربع اي 6، والثقب معناه مربع لا يحمى بواسطة احد البيادق، ولذلك الخصم يستطيع احتلاله بالقطع بدون ان يخشى طرده من هذا الموقع. على اي حال الفيل تراجع للمربع اتش 4، لكن الثقب ما زال موجود. ودلوقتي نصل للحصان، اين يستطيع التعبئة؟ لو لعب النايت اي 7 هيضع عوائق اكتر امام فيل الملك للتعبئة، وربما لن يستطيع ان يبيت ابدا، ولذلك بوشير عبأ الحصان على المربع اتش 6. الاسود بيعاني في التعبئة بينما مورفي بيعبأ ببساطة نايت سي 3 بيشوب اي 7. اخيرا الاسود هيبيت، والابيض بدأ بالتبييت والاسود لحق بيه، ومن هنا بدأت اول متاعب الاسود من الثقب. ومورفي كمل كوين سي 4 تشيك
كينج اتش 8 نايت دي 4. الحصان اصبح مستعد لاحتلال الثقب بشوكة للرخ والوزير، والاسود مضطر للدفاع بكوين دي 7، ومورفي سريع لعب رخ دي 1 وبيضع الرخ على نفس العمود مع الوزير، وده نذير خطورة. وهنا الاسود لعب رخ اف 7، ربما بيستعد لازواج الرخين، لكن هذه النقلة نقلة سيئة، لان اولا العمود غير مفتوح، ثانيا شلت الحصان اللي مضطر يبقى في مكانه على الجانب لحماية الرخ. على اي حال مورفي بدأ يتبع نصايح في ديدور ولعب بالبيادق اف 4 طالب الاف 5 ويأمن جيدا الثقب. وبالفعل بعد اي 5 مورفي لعب اف 5 واصبح الثقب مؤمن بالبيدة ومستعد لاستقبال الحصان. وهنا الاسود وجد سذاجة النقلة روك اف 7 وتراجع للمربع اف 8 لتحرير الحصان للاشتراك في اللعب، اما عن طريق الجي 4 او عن طريق التراجع لاف 7 ثم احتلال الثقب الابيض على الاي 5. لكن هذه النقلة اضاعت وقت، وبالطبع الوقت ثمين وخاصة امام مورفي اللي كمل فورا بنايت اي 6 بيحتل الثقب وطالب الرخ، والرخ ذهب لجي 8. ودلوقتي جمعت حصان مورفي للتنشيط، ولكن مغادرته هتجعل الاسود يلعب البيشوب بي 5 طالب الوزير ومن وراء الرخ، ولذلك مورفي لعب النقلة الدفاعية اي 5 بيمنع الفيل، والاسود استعمل حصانه بنايت جي 4. ومورفي هنا لعب احد النقلات القوية كوين اي 2. لاحظ ان الوزير كل نقلاته بتكون بتمبو منذ البداية وحتى الان. على اي حال الاسود في طريقه للمربع اي 5 والحصان احتل المربع الفاخر، واصبح الحصان اقوى قطعة في معسكر الاسود، ولذلك مورفي لعب سريعا بيشوب جي 3 طالب يكسر الحصان. لاحظ ان الاسود لا يستطيع الاخذ ببيدق الدي لانه اصبح مربوط بالرخ على الوزير، ولذلك الوزير تراجع للمربع سي 8. لو الفيل اخذ الحصان الاسود مستعد الاخذ ببيدق الدي ويفتح الطريق للفيل، وكذلك بيهدد ببيشوب دي 7 ويتخلص من الحصان المزعج. يبدو ان هذه النقلة نقلة جيدة، لكن بعد بيشوب تيكس اي 5 دي تيكس اي 5 الاسود اصبح مستعد للعب البيشوب دي 7 ويتخلص اخيرا من الحصان. لكن هنا مورفي بدأ احد نقلاته الثلاثة الهائلة، يا ترى ايه هي النقلة الاولى؟ مورفي لعب ببراءة النقلة شديدة الخبز روك اف 3. بالطبع الكثيرين لم يتوقع هذه النقلة، وحتى الآن يفكرون لماذا هذه النقلة قوية، ومنهم بوشير اللي لعب سعيدا بيشوب دي 7 لكن أصيب بالندم الشديد بعد ما رأى نقلة مورفي الثانية، يا ترى إيه هي؟ مورفي لعب ببراءة روك اتش 3. مرة أخرى ربما الكثيرين لم يفهموا بعد هذه النقلة، ولكنها نقلة في منتهى الخطورة، لأن لو الأسود أخذ الحصان هيتلقى المات في نقلتين بروك اتش 7 تشيك، كينج اتش 7، كوين اتش 5 تشيك ميت. إذن الأسود لا يستطيع أخذ الحصان حاليا، ولذلك دافع أولا بالنقلة اتش 6، ولكن هذه النقلة بتضعف موقف الملك، ولكنها إجبارية، لأن لو الأسود دافع بنقلة زي الروك اي 8 لن تكون أفضل بعد كوين اتش 5 طالب المات، والأسود مضطر للعب الاتش 6، وهنا هتجي النقلة السحرية، يا ترى إيه هي؟ الابيض هيلعب ببساطة نايت تيكس جي 7.
بيتخلص من البيضة اللي حامل مربع H6، والاسود لابد ان ياخد الحصان، لانه لو تجاهله مثلا الابيض هيلعب ببساطة روك G3، واصبح الرخ والملك على نفس العمود، والملك سقط في شبكة المات. بينما الملك لو اخذ الحصان هيتلقى المات في 4 نقلات بكوين H6 تشيك، كينج F7، كوين H7 تشيك. الملك لا يستطيع الهرب، كينج F8، كوين H8 تشيك، كينج F7، روك H7 تشيك ميت. ومرة اخرى الملك لا يستطيع الهرب. وحتى اذا دافع ببيشوب F8 هيتلقى المات ايضا بكوين H6 تشيك، كينج G8 النقلة الوحيدة، كوين H7 تشيك، كينج F7، وهنا بتجي النايت E6 بيكشف كش للملك، ولا يوجد غير التغطية بالفيل، والابيض بياخده بتشيك ميت. اذا للأسف لا يوجد غير النقلة المضعفة H6. على اي حال الاسود حاليا بيستعد لاخذ الحصان، لكن هنا وضحت التكوينة باكملها بالنقلة الرائعة. يا ترى ايه هي؟ مورفي لعب ببساطة كوين D2 طالب الفيل، وربما الكثيرين يقولون لماذا هذه النقلة قوية؟ لان الاسود ببساطة لا يستطيع اخذ الحصان، والا هيتلقى المات في نقلتين بروك H6 تشيك، GH6، كوين H6 تشيك ميت. اذا الفيل لا يستطيع ان يتحرك، ويجب ان يبقى ليلاقي مصيره المحتوم. والاسود دافع عن المات بكينج H7، ومورفي فاز بالفيل. دلوقتي الاسود في مأزق اخر، الوزير طالب الفيل، والاسود لا يستطيع اخذ الوزير، والا روك تيكس D7، طالب الفيل وطالب البيضة. ولو دافع ببيشوب H6 هيخسر فورا بروك G3، بيكثف الضغط على بيضة G7 الذي سيسقط، ومورفي هيزداد تفوقه المادي اكثر واكثر. ولذلك الاسود تفتق ذهنه عن النقلة بيشوب D7، بيمنع حماية الرخ للوزير، ودلوقتي الابيض مجبر على التكسير، لكن مورفي لا يجبره احد على شيء. ولذلك كمل بنقلة جميلة. يا ترى ايه هي؟ مورفي لعب لسبب لا نعلمه روك تيكس H7 تشيك. مورفي بيضحي بالرخ، وبالطبع الاسود لا يستطيع الاخذ بالبيضة لانه مربوط على الملك، ولكن ما يدير الاسود في اخذ الرخ، وبيصبح مرة اخرى متفوق ماديا، بل وبيجبر مورفي على تكسير الوزيرين والدخول في نهاية الدور فائزة. لكن هنا جاءت النقلة الثالثة الجبارة التي ربما لا يراها المبصرون، لكن مورفي رآها بسهولة. يا ترى ايه هي؟ مورفي لعب النقلة فوق الرائعة روك D3، ومرة اخرى الاسود لا يستطيع التكسير، والا روك H4 تشيك ميت، والحصان والبيضة بيمنعوا الملك من الهرب. على اي حال الاسود لم يأخذ الوزير، ولعب مجبرا كينج H5، ويبدو هذه المرة ان مورفي مجبر على تكسير الوزيرين، لكن مورفي الذي لا يرى الرقعة ولكن يرى الموقف بوضوح، اعلن المات في 3 نقلات، بتبدأ بكوين F7 تشيك، والملك يستطيع التحرك، وايضا يستطيع الدفاع بG6، لكن هنا هيتلقى المات بكوين H7 تشيك، كينج G4 النقلة الوحيدة، روك G3 تشيك ميت. والملك يمكنه ان يذهب للمربع G4، لكن هنا مرة اخرى هيتلقى المات في نقلتين بكوين G6 تشيك، كينج H4، روك H3 تشيك ميت. ولذلك الاسود في الدور ذهب للمربع H4،
وهنا جاءت المات الجميلة بروك اتش 3 تشيك كينج جي 4 كوين اتش 5 تشيك ميت. لاحظ معي ان مورفي يعلم ان الحصان يمنع الملك من الهرب. وبعد هذا الدور الرائع الذي لا يرى فيه مورفي الرؤى لكن يحفظها عن ظهر قلب، جاءت التسمية الخالدة مورفي يذبح الجزار. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.